يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره الحكم الدولي الكبير كابتن جهاد جريشه للكلام كثيرا عن ما حدث في مباراه الاهلي اليوم، وتحديدا موضوع اللي هو اللي كنت بكلم حضراتكم عنه في بدايه الحلقه، وايضا هنتكلم كتير عن حالات حصلت في الدوري المصري الممتاز هذا الاسبوع. كابتن جهاد مشرف ومنور كالعاده، بتشرف دايما بتواجدك. كريم انا سعيد اني معاك النهارده، واتمنى ان شاء الله تبقى فقره مميزه ان شاء الله. كالعاده كابتن جهاد مشرف ومنور. ربنا يخليك. كنت بتكلم في المقدمة على فكرة امتى الفار يخش دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، امتى الكاف يفهم او يفكر انه الفار خلاص اصبح من الضروريات مش من الرفاهيات. هو الكاف بدأ خطوة كويسة جدا في كأس الأمم. احنا كأس الأمم اللي كانت في مصر كان بدأ الفار من دور 16. صحيح. الخطوة اللي كأس الأمم اللي فاتت الكاميرون بدأ الفار من بداية كأس الأمم. عشان فهم ان الموضوع ما بقاش فيه هزار، فبقى مهم. الفار ما عادش رفاهيه او اوبشن عشان نحطه، بقى دلوقتي الفار زيه زي الحكم. صح. مساعد وحكم رابع. صح. اساسيات. صح. وبالتالي عشان نوصل للفرق كلها حقوقها في الفتره دي بالذات، الفتره دوري المجموعات عشان توصل بعد كده للادوار النهائيه. فمهم جدا الفار يبقى موجود في كل البطوله. ايه اللي يمنع بقى؟ يعني ايه اللي مانع الكاف ان الفار يبقى موجود في كل المباريات في دور المجموعات؟ يعني انا على قد معرفتي في الاتحاد الافريقي اللي ممكن الملاعب كتير مش واخده الرخصه، فلازم الملعب اللي انت تلعب عليه باخد رخصه الفار. هيبقى مشكله في تنقل الاجهزه بين الملاعب كتيره في دوري المجموعات. دي كلها صعوبات ممكن الاتحاد الافريقي ممكن تتحل بعد كده، بس لازم كل ملعب واخد رخصه الفار، الملعب نفسه واخد الرخصه زي ما الحكم واخد الرخصه والمساعدين واخدين الرخصه، فلازم الملعب ياخد رخصه. بتكلم برضو ان عشان تنقل الاجهزه بين الدول كتير بالمنظر ده برضو تكلفه كبيره جدا، وهنحتاج تدبر تكاليف كتير في الاتحاد الافريقي. اي نعم الاتحاد الافريقي مش فقير يعمل حاجه زي كده. انت هتقول عارف انت هتقول كده، بس اكيد الموضوع اكيد خطوه هيدرسوها الفتره اللي جايه. لا، وفي نقطه اهم يا كابتن جهاد، الكاف دلوقتي بقى يحط اشتراطات للملاعب اللي تستضيف المباريات، وكان في منع بتاع الملعب المريخ والهلال والكلام اللي احنا كنا سامعينه طول الوقت عشان في اشتراطات معينه مش موجوده. تمام. فانت من حقك كاف برضو تحط للفريق اللي ما عندوش فار ان انت مش هينفع تشارك في الدور ده. هو الفار لازم اللي مش واخد رخصه، اقصد يعني لازم الملعب ياخد رخصه، الملعب يتلعب عليه ماتشات وديه وتبعت للفيفا الايفاب اللي بياخد يديله الرخصه للملعب. ما انا يعني اقصد انا ملعبي ملوش رخصه فار. تمام. فالكاف هيقول له يا اما مش هتشارك يا اما تلعب في ملعب تاني حتى لو خارج بلدك. تمام. ده مش من حقك كاف. من حقي طبعا الكاف يعمل ده. صح؟ من حقه. اصل هو النهارده موسيماني تحدث عن هذا الامر. كتير من الانديه تحدثت عن هذا الامر، الموضوع اصبح لا يحتمل. مباراه النهارده في الشوط الثاني، والشوط الاول كان محمد شريف كان بيطالب ببعض ضربات الجزاء، الشوط الثاني الاهلي طالب ببعض ضربات الجزاء، كابتن سعد حفيظ خد انذار للاعتراض على احدى الكرات منهم. انا لما شفتهم بالعين المجرده ممكن يبقى في ممكن الله اعلم يعني. تمام. بس ما هو لو في فار هيحسم الامور دي كلها. بالظبط، هو مطلب مهم جدا الاتحاد الافريقي ان الفار يبقى موجود في دوري المجموعات في دوري الابطال والكونفدراليه. على فكره البطولتين ما يقلوش عن يعني عن بعض في المستوى او التقارب المستوى اللي موجود الفرق الموجوده مع الامكانيات الكبيره اللي موجوده في الاتحاد الافريقي، فده مطلوب جدا، مطلب مهم جدا عشان العداله تبقى موجوده طول الوقت في المباريات الاتحاد الافريقي. انا سالت سؤال مهم جدا، لو واحده من الفرق دي اللي ما عندهاش رخصه في ملعبها يعني انه يبقى يطبق الفار، صعدت لدور الثمانيه والكاف قال انه هيبقى في دور الثمانيه في فار، هيعمل ايه الكاف؟ لازم يجيب الرخصه. الفرقه دي تجيبها هتنفس. هيبقى مهم جدا. كنت عملت كده من الاول بالظبط وريحت القصه. ده مهم، ده مهم جدا. طيب اسالك قبل ما اخش في الحالات، اسالك على الفار في مصر. الفار في مصر تطور؟ الفار في مصر بقى احسن ولا احنا لسه عندنا بعض المشاكل فيه؟ يعني هي تجربه جديده، بقى لنا فتره قليله، في اخطاء موجوده، في اخطاء موجوده. نتمنى الفتره اللي جايه الدنيا تبقى احسن. نبعد عن الانديه تشتكي، انديه تحتاج، اي نادي يحتاج طبعا ده حقه. في الاخر انا بصرف ملايين عشان اخد حقي في الملعب. مهم جدا شغل الحكام وعلى شغل الفار. احنا في حالات في الاسبوع ده هنجيبها مع بعض ونشوفها ونتكلم. ففي اخطاء، في اخطاء موجوده مع وجود الفار طبعا غير مقبول، يبقى في اخطاء والفار موجود بالذات انت في اخطاء يعني واضحه ومهمه جدا، والانديه بتشتكي والانديه تعمل مشاكل. فاحنا بنتكلم لسه في اول الدوري او الثلث الاول من الدوري، فلسه احنا بنتكلم الكلام ده ممكن نتكلم فيه في الاسابيع الاخيره في الدوري. لكن الاخطاء اللي موجوده ديت مشكله كبيره، والفرق بتصرف ملايين ونقطه ونقطتين وبدري قوي على الكلام دوت، بس لازم نشتغل كويس على الناس المسؤوله، تشتغل كويس على الحكام، تشتغل كويس على حكام الفار. التدريب المستمر، تطوير الشغل ده مهم جدا الفتره اللي جايه، لان اللي بيحصل في الاخطاء دي عدم وجود الفار، لو مش موجود الفار الناس هتتقبل الاخطاء جزء من اللعبه والقصه دي. صح. لكن مع وجود الفار
بيبقى ان يتقبل خطا موجود والفار موجود بقى شيء من الحاجه صعبه بتحصل في الملعب. ممكن اسالك سؤال بس عايز في اجابه صريحه يا كابتن جاب بعد اذنك وهنخش على الحالات بعدها على طول. هل في بعض الحكام ما بيبقاش عندهم درايه كامله بقانون اللعبه او قانون التحكيم؟ التطوير بتتكلم على الثقافه، التطوير بتاع القانون ما هو طبعا بتتكلم على الثقافه، الثقافه التحكيميه ممكن وارد، ده وارد جدا على فكره، وارد جدا ساعات بحسها وارد. وهوريك حاله من ضمن الحالات دلوقتي في في في, في الشغل الجديد ان لما الحارس يخطئ في ان هو يطلع برجليه مثلا في تنفيذ ركله الجزاء وتعاد ركله الجزاء اول مره بيحذر ما بياخدش انذار، حكم صغير كان موجود واداله انذار. فده اول مره، لا ده اول مره في تحذير بس الانذار ده مش موجود، الانذار موجود في المره الثانيه لو عملها مره ثانيه. تعال نخش على الحالات. اتفضل. اول حاله معانا هي هدف الزمالك الثالث في مباراه فيوتشر، وحضرتك عايز تعلق على هذا الهدف. هو طبعا الهدف كان في الدقيقه 93 واثار جدل كبير جدا في السوشيال ميديا والناس اتكلمت. فاحنا طبعا انا حللت الهدف وقلت هدف صحيح، مفيش فيه تسلل، مفيش فيه خطا. الصور اللي بتيجي الناس اللي بتنزل صور احنا بنتكلم على على فيديو موجود معانا. في ناس بتقطع صور، بتقطع صور ماسك ومش ماسك والحاجات دي، الحاجات دي يا جماعه موجوده في الكوره يعني. الحاجات الموضوع الماسك الخفيف والماسك اللي في الالعاب اللي زي دي موجوده في حد في الدوري الانجليزي قد كده. طبعا الخطوط مظبوطه، مفيش تسلل في المره الاولانيه ولا في المره الثانيه. الاحتكاكات بتحصل بين اللعيبه دي احتكاك طبيعي جدا يعني، ان حد لعيب يحط ايده على لعيب تاني او الاحتكاك ده موجود في الكوره، وبالتالي هدف صحيح. وانا قلت اشدت بطاقم التحكيم ماتش الزمالك الحنفي ورفاقه. طب بالمناسبه عشان الحاله دي مش معانا بس هسالك عليها، الكوره بتاعت محمد عبد الشافي كانت طرد ولا انذار؟ بص حضرتك هنتكلم التحكيم دلوقتي بقى علم. فاللي بيحلل صوره بيحلل طبعا هنا فاس قبلها هنتكلم كعلم. انا هطرد في حاله واحده لما بيكون متوفره القوه والسرعه. صح. اللعبه محمد عبد الشافي لعب الكوره، اولا لعب الكوره نفسه يقلل من القوه والسرعه طبعا. المكان الاصطدام طبعا يستاهل طرد، الاستاذ يستخدم يستاهل طرد، بس لما في متوفر القوه والسرعه. انا لعبت كوره كعبد الشافي لعب الكوره واللعبه مستمره كلعبه واحده، فالرجل جابت في القصبه بالاستاذ بالمنظر ده، مع لعب الكوره بتقل القوه والسرعه، وبالتالي انا بقول ان استدعاء الحنفي شافها والاعتبارات دي حطها في دماغه ان في قوه قلت والسرعه قلت، وبالتالي انزل بالكارت الاحمر والكارت الاصفر. يعني دي تحط في اطار التقدير؟ لا مش تقدير، مش تقدير، ما عادش دلوقتي حاليا في التحكيم تقدير. انا في اعتبارات 1 2 3 دي بتوصل للنتائج. عظيم. ده علم دلوقتي، التحكيم بقى علم. فبالتالي يعني كل حكم دلوقتي معروف الاعتبارات اللي بنشتغل عليها. القوه والسرعه متوفره ومكان الاصطدام والسلاح اللي مستخدم اللي هو الاستادز في القصبه بالقوه والسرعه ده طرد. دي حاجات بتبقى محددات. لكن حضرتك شايف ان القوه والسرعه ما كانتش كبيره بعد لعب الكوره بتقل. فبننزل للدرجه الاقل اللي هو اقصى درجات التهور الانذار. عظيم جدا. طيب نروح للحاله اللي بعد كده، الهدف اللي كان ملغي لفيوتشر برضه هدف اثار الجدل في مباراه فيوتشر والزمالك، نشوفها مع حضرتك. بص حضرتك في المره الاولانيه لو راحت للعيب ما كانش تسلل، المره الثانيه بقى في لما جبنا الخطوط بتاعتها وشفنا طبعا المساعد خد قرار التسلل في الملعب، وده مهم جدا على فكره كمساعد او حكم خد قرارك الاول في الملعب. الفار ده خليه بالنسبه لنا الدنيا واضحه خالص، والراجل سمح عمل حاجتين اتنين كويسين جدا البساطي في اللعبه دي. اولا سمح باستمرار اللعب، عمل ديلي للرايه بتاعته، كمل الهجمه، وده دي تعليمات لما تبقى حاجه طايت كده او حاله مشكوك فيها سيبها انت واخد قرارك وبتقول ديلي. على فكره هو بيقول في الاربيس الحكم ديلي، الحكم بيفهم ان الكره فيها تسلل لما بتخلص وتكمل بهدف يروح رافع الرايه ويصفر بعدها. فقرار موفق من البساطي المساعد الاول ومن حكم المباراه، ومراجعه مميزه من الفار، وقرار سليم بالغاء الهدف. طيب عظيم، نروح لمباراه الاسماعيلي وفي ركله جزاء تصدى لها حارس مصر المقصه. ركله الجزاء اهي مع حضرتك يا فندم. انا عجبني في ركله الجزاء دي حاجه واحده، وجود الحكم في موقف كويس يعني. الكره اتلعبت، الايد على فكره لما تخرج بره الجسم سواء قدام الجسم او في الجنب بتكبر الجسم. الايد اللي هي اليمين للاعب، الايد اليمين للاعب دي لما تطلع قدام جسمه كبرت الجسم. صح. او تطلع جنب جسمه بتكبر الجسم. صحيح. فعجبني جدا صباح ان احتسب اللعبه. عايز نوقف ساعه التنفيذ، نرجع ساعه التنفيذ. ساعه التنفيذ وقت التنفيذ الكوره برده فيها كلام كتير نتكلم طبعا دخول ساعه التنفيذ، ساعه لمس اللمس الاولى للكوره
الراجل في رجل من رجلين الاثنين موجوده على خط المرمى، وبالتالي التنفيذ سليم ومفيش مشكله بالنسبه لي خالص كتنفيذ الكره، والركله الجزاء سليمه، التنفيذ سليم وقرار سليم من طاقم التحكيم. عشان كان في اعتراضات من الاسماعيلي على هذه الكوره برضه. لا عشان التنفيذ، لا التنفيذ سليم. احنا بنتكلم على اللمسه الاولى للمهاجم، اللمسه الاولى اول لمسه دي بنحسب عليها نشوف الحارس ترك الخط بالكامل بقدمين الاثنين ولا لا. دي طيب. لعبه في نفس المباراه ركله الجزاء اللي تم احتسابها عن طريق الفار، زي ما اشدت بالصباحي ومتمركزه وفي اللعبه اللي فاتت. لا هنا كان لازم مع لعب الكوره، طبعا هو بص للكوره هناك، لازم يبص للمنطقه ولازم يتحرك عشان يشوف اللي بيحصل ده اللي وراه بعد كده الفار. هنكمل اللعبه، المسك المستمر بالمنظر ده. طبعا المراجعه تمت من حكم، هو الحكم ما احتسبش حاجه في الملعب لان ما شافش. يعني انا بتكلم صباحي في مكانه في الوضع ده بالمكان ده وبص للكوره هناك، مش مركز هنا، انا ماليش دعوه بالكوره خالص، الكوره مكان الكوره ما ببصش ليها، لان كل عنايه على اللعيبه اللي موجوده هنا. فاللي هو حصل في الملعب ده ما شافوش، فلما لقى اللعيبه هو فوجئ باللعيبه على الارض، في مراجعه من الفار شاف ان في ماسك من مدافع المقصه وماسك مستمر. طبعا لو في ماسك متبادل ما فيش خطا، وبالتالي هو راح شاف اللعبه، وبشكر الفار ان كان مين اسمه اللي تدخل على في اللعبه واحتسب ركله جزاء صحيحه للاسماعيلي. وضع وفي التنفيذ، شوف حضرتك التنفيذ هنا بقى في الكره اللي بتضيع دي. الكره اللي بتضيع سواء في العارضه او في القائم او بره، ما نبصش بقى للحارس خالص. يعني الحارس حتى لو تقدم مش هنبص لها نهائي. دي نقطه مهمه جدا، ده مهمه، خلي بالك. دي تعليمات تعليمات مهمه جدا، حتى لو الحارس ما تفكرش فيها كتير. حتى لو الحارس اتحرك وساب الخط ساعة اللحظة التمس الأولى برجلين الاثنين والكرة جت في القائم أو خرجت بره خالص، ما تفكرش فيها إن في الإعادة. فده مهم الحكم الفار اللي موجود يبقى فاهم ده، وده بقول لك بالثقافة التحكيمية يبقى أنت قاعد عارف التعليمات إيه. قصدي أنا مش عارفها. لا بقول لحضرتك، أنا عادي مش هبقى عارفها. بس الحارس إمتى؟ لما هو يستفيد من الخطأ بتاعه، هو تصدى ليه بالظبط. لكن الحارس ده لو طلع والكرة جت في القائم أو جت في العارضة بالمنظر ده، فأنا مش محتاج أبص أصلا، فالفار مش محتاج يأكد عليها. خلاص الكرة طلعت ومش هتدور عليها كتير أو تفكر فيها كتير، والفار ما رجع لهاش. لا ما هو الفار قاعد أكيد فاهم اللي بقوله ده، فخلاص الموضوع بالنسبة لنا نشوف الحالة اللي حالة سليمة. ده ماتش إيستر كومباني وسيراميكا كليوباترا. سيراميكا كليوباترا دي حالة برضو ضربة جزاء، هي تيجي قدام شوية. الحالة دي بص يا كريم، اللعبه دي انا بستغرب. اولا انا اتكلمت على الحكم في تعيين الحكم، حكم صغير وحكم واعد صاعد. على فكره الحكم لما يخطئ ما بيجيبش اسمه، ده متعود دايما في التحليل. الحكم اللي يجيب اسمه، الحكم اللي عنده خطا ما بيجيبش اسمه، حفاظا على اسم الحكم. حكم صغير وحكم من اسيوط وحكم من 26 سنه. بس ممكن اختلف معاك؟ ماشي، انا عارف اختلف ليه. فضل. عشان كلنا نستحق الاشاده وكلنا نستحق النقد، يعني كلنا النقد هنستفيد منه والاشاده هنستفيد منه. يعني لما حضرتك تقول اسمه مش لازم خلاص تقول اسمه، انا بكلمك في المبدا نفسه. انا بقول لحضرتك المبدا ليه. بتكلم ليه ان الناس الحكام، انا كنت لسه مخلص امبارح من التحكيم، فيهمني جدا احافظ على الحكم حتى لو اخطا. وزميلنا الحكم اللي يجيد، انا بجيب اسمه وبشد بيه. انا شويه هقعد مع حضرتك، نختلف مع بعض في هقعد مع حضرتك جديد عشان اقول لك المبدا ده. عشان انا دلوقتي مثلا هطلع انتقد النهارده محمد شريف، بكره اقول عليه محمد شريف ده لاعب عظيم، هنتقد موسيماني النهارده اقول عليه بكره. ما انا بقول لحضرتك، انا بحارس، انا بتكلم على لقطه تحكيميه عظيم، فبلاش الحكم، انا بتكلم على لقطه تحكيميه عظيم. عشان نحافظ على زمايلنا الحكام عظيم. وده مهم جدا حكام مصر كلها. اتفضل. بص حضرتك، الحكم صغير في ماتش فرقتين بتنافس 12 بونت و8 بونت، تتكلم في منطقه هبوط، فمهم جدا اختار الحكم المناسب في الماتش المناسب. حكم كويس جدا، لياقه بدنيه ممتازه، تحرك ممتاز في المباراه، لكن حطيته تحت ضغوط غير طبيعيه. صحيح. انا لازم وجبت له حكم فار خبره. بس حكم الفار الخبره للاسف ما انقذوش، لان جت خطأين في ركلتين جزاء لفريق سيراميكا في المباراه، اثرت على نتيجه المباراه واثرت على الحكم اللي انا عايزه بعد 5 6 7 سنين يبقى حكم دولي معايا. فده مهم جدا. فاللعبه دي الحكم طبعا تحرك غلط، ما شافش في الملعب، اليد بره الجسم، ركله جزاء مليون المية اليد بره الجسم هيت، ومعانا فار موجود بره، الفار ما اتدخلش، وطبعا قرار خطا من الحكم، ومن الحكم الفار اللي بيحمله مسؤوليه اكبر من الحكم في الملعب. صح. لان اللعبه سهله جدا، والايد بره الجسم مكبر الجسم، وركله جزاء لم تحتسب لفريق سيراميكا اللي اتغلب بركله جزاء. الماتش خلص 1-0 لايستر كومباني، وبالتالي دي حاجه مؤثره في نتيجه المباراه طبعا، وبتقلل جدا من تقييم الحكم وتقييم الفار اللي موجود. لكن هو الحكم تحركه ما كانش مظبوط. انا بقى، طب معلش يا كابتن جاد، معلش، لا وقفوا يا جماعه لحظه، ليه حكم الفار ما يشوفش لقطه زي دي؟
فهمني بقى ده. بص انا عايز انا الحاله الوحيده اللي تخليني اقول ان هو ما شافش الحاله دي ان الفار كان عنده بايظ. يا يعني ما عنديش حاجه يعني خلاص ده اي حد هيشوف الكره دي هيقول عليها ضربه جزاء حتى لو ما بيفهمش في التحكيم بالزبط. يعني انا قاعد اهو ما بيفهمش في التحكيم هقول عليها ضربه جزاء، ولو حكم صغير وناشئ برضه هيقول عليها ضربه جزاء، لما يبقى حكم كبير اكيد هيقول عليها ضربه جزاء. فايه ايه الحاجه اللي انا بصراحه ما لقيتش مبرر. انا بقول لك انا اللعبه فعلا لما شفتها حتى في التحليل مع بعض قبل كده فلا ما لقيتش فيها مبرر ازاي ما تشافش الكوره زي كده وزي ما ترجعش. وبعدين حاجه ثانيه كمان ده انت في الارم بيحصل من اللعيبه اللعيبه اعترضت اعتراض غير طبيعي صح. فانت لما اللعيبه تعترض انت قاعد على الفار لازم تعرف ان في حاجه حصل لازم تدور عليها يعني تركز اكتر. انت عارف الاصعب في الفار يا كابتن كريم الاصعب في الفار لما تحصل لعبه ما حدش اعترض عليها. طب خطا موجود ممكن رجل جزاء موجوده ومحدش يعترض دي الاصعب في شغل الفار. لكن لما تلاقي اللعبه بتعترض بالمنظر ده في لعبه سهله احنا نفسيا كده واحنا بنتفرج على المباراه بنقول ايه ادام ما اعترضوش يبقى ما فيهاش حاجه. لا دي الاصعب للفار لازم ادور طبعا في ساعه عدم الاعتراض لكن احنا اول ما بنلاقي لعيبه بتعترض كلها مع بعض في نفس اللحظه في حاجه 100% بتبقى بالزبط. شكلها 100% هو للاسف ما يعني ما خدش بص هو ممكن يا كابتن جهاد الفار يبقى شغال لو الفار مش شغال الامانه تقتضي ان انا كحكم فار لازم ابلغ الحكم الملعب يبلغ الجهازين الفنيين ويبلغ اللعيبه في الملعب ان الفار مش شغال كباتن الفرقه. يبقى لازم كل الناس اللي في الملعب تعرف الفار مش شغال. هقول لك ليه ده مهم. هقول لك ليه لا ده مهم لان لازم الناس تعرف ولما الفار يرجع تعليمات لما الفار يرجع لازم تعرف كباتن الفرقتين والجهيزه الفنيه ان الفار رجع. ده مهم جدا في كل المباراه مطبق فيها الفار انت لازم تعمل ده صحيح. لو الفار تم تعطيله في المباراه بوقف الماتش الحكم بلغ المباراه بلغ الناس ان الفار اتعطل ولو رجع تعرفوا ان رجع. عظيم. دي اللعبه اللي بشيد بيها في الحكم في المباراه ركله جزاء استر كومباني بشيد بقى في الحكم التحكيم لما قالوا المميزات هو نفس يعني مره بنقول ميزه ومره بنقول عيب ركله الجزاء مظبوطه والانذار مظبوط تحرك الحكم كويس جدا فاتح زاويه رؤيه شاب بين الاثنين لعيبه وركله الجزاء مظبوطه وقرار مظبوط بنشيد بيه دي ركله جزاء دي جون المباراه. اشيد بقى بالفار في اللقطه اللي جايه زي ما نتكلم بص صح اللمس الاولى للكوره الحارس فارق تمام برجلين الاثنين خط المرمى بين القائمين والعارضه وتصدى للكوره وده خطا من الحارس وبالتالي تدخل من الفار صد الكوره خلاص واستفاد من خطاه تدخل الفار وقعد اللعب. الخطا هنا فين بقى لما الحكم اديله انذار لا الانذار مش مظبوط اللقطه الاولانيه انا بحذره لو عملتها تاني تاخد انذار هو اداله انذار. ممكن نقف في لحظه هنا يا جماعه لحظه واحده ممكن اقول لحضرتك حاجه يا كابتن جهاد حاجه شكليه جدا اتفضل معلش يعني على الحاجات الشكليه عشان ما تقولش عليا لا اتفضل ده مش لبس حكم في الدوري المصري الممتاز الشراب مع الطقم اللي لابسه شكله مش حلو. انا بقول لك نقطه شكليه أنا على فكره ده ينطبق على الفرق كمان يعني انا بقول الكلام ده على الفرق لا 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 اعيب الراجل هو كان عايز يلبس شراب تقريبا غير اللعيبه بس المنظر كله على بعضه مش دوري ممتاز. طب انا استاذنك في حاجه واحده بس اتفضل بلاش نقصوا عليه اصل الماتش ده على فكره بلاش نقصوا عليه اكتر من كده يعني لا لا على فكره على فكره انا الشكل الشكل مهم بس اصل انت لما بتشوف الحكام في الدوري الانجليزي في الدوري الايطالي في الدوري الاسباني في الدوري السعودي في الدوري الحكام كلهم ستايل وشكل ستايل واحد وشكل واحد فانا بس بتكلم على نقطه شكليه بس هي نقطه مهمه لا تعيب هذا الرجل يعني لا هو ممكن لا لا هو ممكن يكون بيحل موقف عشان لا بالعكس انا على فكره انا بقول له يعني بقول له المره الجايه نفكر برضه في الشكل العام ده مهم جدا ده بتكلم في نقطه جوهريه صح. بس انا ما بتكلمش في حاجات بقى ثانيه فرعيه لان الراجل الماتش فيه في بعض الاخطاء وبالتالي مش عايز اجي عليه. الانذار ده طبعا انذار غير مستحق لو انا امشي مع الحكم لو الانذار الاعتراض لكن اللي واضح الانذار عشان الراجل لو هو الانذار الاعتراض همشي معاه لكن الانذار عشان الحكم الحارس اخطا فلا خلاص ركله جزاء مظبوطه احنا قلناها والاعاده مظبوطه للفار يعني اجاده في الاعاده لان الراجل فرق خط المرمى بين القائمين والعارضه ونجيب في رجله جزاء كمان طلب بيها لاعبي السيراميكا اللعبه دي بقى الاصعب في الدقيقه 93 انا الكره بص يعني المشكله في اللعبه اولا الحكم مكانه كويس جدا شايف في الدقيقه 93 الكره موجوده في مكان الخطا طيب انت كحكم ما شافش ده انت كفار شفت الاعتراض ده بالمنظر ده يعني الكره اتلعبت اهي الراجل حط ايده بالكامل ده اسمه قفز على الخصم حط ايده بالكامل على اللاعب رقم 10 لسيراميكا طلع المسافه دي كلها اللاعب ده عمره ما يطلع المسافه دي كلها الا بالسنده دي او القفز ده طلع المسافه دي كلها ولعب الكره موجوده في مكان الخطا فاللعبه سهله جدا اللعبه سهله على الحكم في الملعب سهله على الفار ما اتحسبتش سهله على الفار في الدقيقه 93 طبعا لعيب السيراميكا اعتراض كان غير طبيعي طبعا الاعتراض غير طبيعي ده انا كفار قاعد في اوضه الفار لازم يبقى عندي في جرس انذار الحق في مشكله حصلت
الحق زميلك اللي في الملعب. يا كابتن جهاد، انا بص انا همشي ورا الموضوع ده تمام، بس هو ما ينفعش غير يبقى في الحالتين دول غير ان الفار ما يبقاش عارف. لو الفار مش شغال وهو ما قالوش ده خطا بالنسبه لي، هي يعني يعدي تمام، بس غير كده هتبقى حاجه مش سليمه. بص اصل دي حاجات يعني انا كنت اتمنى لو الفار مش شغال كان يعلنوا ده، كان يبقى اهون بالظبط طبعا. لكن المنظر ده حصل مشكله. لكن الاصعب ايه بقى؟ معلش انا اسف، ما انا هضطر اشاكك يعني مش في ضميره ولا حاجه، بس هشاكك في قدراته، هشاكك في قدرات الحكم اللي قاعد على الفار تحديدا. انا الحكم اللي في حكم الساحه دايما ما بقتش الومه تمام. ليه؟ لانه وارد ما شافش، وارد انشغل في لقطه ثانيه، لكن حكم فار ما يشوفش اللقطات دي لا. هو فريق ايستر كومباني على فكره كل الحكام اللي بتروح حكام صغيرين في الفتره دي صعب جدا، بعد كده نحط حكم صغير في ايستر كومباني اللي بتنافس هبوط. دي برضو نقطه لازم عشان الناس المسؤوله تبقى مستحيله لا دي استحاله يعني. كمان في حاجه شفت الكره الاسماعيلي كانت الكره بعيد عن الكره بعيد عن الـ عن الـ عن الحدث لا دي الكره مكان الحدث الكره موجوده مكان الخطا، وبالتالي كانت ركله جزاء مستحقه لفريق سيراميكا وفي الدقيقة 93 وركلتين جزاء في ماتش واحد مع وجود الفار. عايز اقول يعني خطا غير مبرر في اللقطتين الاثنين، ولقطتين سهلين صحيح يعني ركلتين جزاء سهلين. نشوف حالة كمان معانا من مباراة بيراميدز اهي يا فندم، كملوها يا جماعة. اللعبة دي الناس شككت في ركلة الجزاء. انا شفت اول على السوشيال ميديا شككت في ركلة الجزاء، لكن انا هجيب لهم ركلة الجزاء موجودة فين. طبعا الحكم ما احتسبش في الملعب. في تلامس حصل بين رجل المهاجم، ايوه لا ارجع بيها خطوه، ارجع بيها خطوه، ارجع بيها خطوه ورا، رجل المهاجم الشمال وركبه المدافع. هي دي اللي عملت الاعاقه، هي اللقطه اللمس ده او الاهمال من المدافع بالمنظر ده خلت رجل المهاجم تخبط في الثانيه يقع بيها. اللي حصل دي التلامس اللي حصل ده تمام. نكمل راحت رجلي الشمال دي خابطه في الرجل اليمين ووقع المهاجم. فالناس لما جابت نرجع بس تاني معلش اللقطه، جابت الرجلين لما خبطوا في بعض. لا ده وقع لوحده. بصراحه انا شفتها كده برضه، لا ما وقعش لوحده. احنا بنتكلم برضه للامانه. الرجل الشمال للمهاجم الخبطه في الركبه دي هي سبب الاعاقه. وبالتالي اللاعبين المقاولين اهمل، ده اسمه اهمال. وبالتالي اللمس ده هو اللي عمل الاعاقه، جت في الرجل الثانيه بعد كده. ماليش دعوه باللي حصل بعد كده ان رجليه تخبط في بعض، دي مش مشكلتي انا. لكن ركله جزاء الفار طبعا استدعاه، الحكم ما احتسبش في الملعب. الفار استدعاه. انا طبعا بهني الفار على اللقطه دي، لان اللقطه مش سهله، وفي نفس الوقت ما حدش في الملعب دور عليها او اتكلم عليها. وبالتالي استدعاء الفار قرار مظبوط، وقرار الحكم ركله جزاء الحكم راح شافها واحتسبها، وركله جزاء مظبوطه، قرار مظبوط من صحيح من الحكم ومن الحكم الفار. كابتن جهاد دايما منك نستفيد والله، يعني استمتعت جدا مع حضرتك، ودايما بتشرف جدا بتواجدك معك. انا بتشرف معك كريم دايما، وان شاء الله دايما مكملين مع بعض. اشكرك شكرا جزيلا كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه. لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، نستقبل الكباتن الكبار كابتن محمد عبد الجليل كابتن عبد اللطيف الدوماني. خليكم معنا.